جديد في القناة ديالي شارم اورينتال 1. اليوم بغيت ندير ريفيو على لي برودوي ديالي ديال اوريفلام. كلشي كيعرف هاد العلامة هادي هاد لا مارك اللي عندنا في المغرب, و لي برودوي ديالها لي سون كي سون ناتوريل, مزيانين صراحة, في على بورتي ديال تو الموند, يمكن يشربهم, لي برودوي سون با شير, وانا شخصيا كنستعملهم ونعاود نستعملهم لانهم صراحة كنلقى فيهم شي حوايج اللي كتعجبني. ومن ضمن هاد لي برودوي ديالي اللي انا عندي حاليا, عندي جيل دو دوش, كريم دو دوش اللي هو كريم لي من الحليب والعسل, كلشي كيعرف هاد. واو, ملي كنقول الحليب والعسل, هاد لودور هادي, لودور اللي هي سبيسيال ديال العسل سورتو اللي كتعجبنا, وكنعرف بان بزاف ديال البنات المغربيات ومن غير المغربيات كيستعملوا العسل, العسل الحرة باش كيديروا بها اماسك الفيزاج, كيديروها حتى في الشعر ديالهم. وهذا وهاد الجيل هذا فعلا ملي كتكوني كدوشي به كتحسي بانك ما باغاش تخرجي من الدوش, لان الرغوه ديالها كتبقى بزاف. وصراحه انا يعني اكتشفت هاد البرودوي هذا لحقاش لقيت لا ريبوتاسيون ديالو في لو سيت ديال اوريفلام, وبان تي كومونديو بزاف, الوغ قلت نجرب, وفعلا صراحه ما شوي با شوي ساتيسفيت. ولهذا ننصحكم بهذا الجيل دوش هذا الا بغيتي شي حاجه ديال التمييز وديال ديال يعني تحسي بانك متميزه ملي كديري هذا الجيل دوش هذا, و ابار انه كي ادغاتي كتبقى ديك لودور في لابو ديالك مده, كلشي كيعرف حنا كيفاش كنبغيو ادغاتيو لو كور ديالنا بزاف. وهذا الوغ هذا جيل دوش وهو في 200 مليليتر, تنظن بان يعني يعني كبيره, وهذا 200 مليليتر و مكتوبه عليه ميلك هوني جولد. صراحه برودوي مزيان بزاف. فوالا هذا برودوي ديالي. انكور عندي برودوي اخر وهو بور بروتيجي لي شوفو هير اكس. انا قبل ما كندير سيشوار ديالي مور لا دوش وهذا, قبل ما تنشف شعري وتندير سيشوار ولا لا بلاك, ضروري خاصني شي حاجه باش نبروتيجي الشعر ديالي, ولهذا كنستعمل هذا البرودوي هذا اللي هي لوسيون كوافونت. كوافونت فوالا, لوسيون كوافونت ليسانت. ملي كديريها كتحسي بان الشعر ديالك سهل انك تسرحيه, وهذا ما تيبقاش كما تنقولوا مخبل, وهذا كيساعدك بانك تسرحيه مزيان, و او ميم طون كيحمي الشعر ديالك من لا شالور ديال السيشوار ديال فوالا ديال لا بلاك. بور لي شوفو, بور لي مان, لي مان كريم بور لي مان, وهي اباز ديال هويل داموند, زيت اللوز, كلشي كيعرف زيت اللوز كيفاش كتادغاتي. فوالا, انا كنقول بان السيدات والبنات واللي كيبغيو يعني اللي اليدين ديالهم يبقاو دائما في صحه صحه مزيانه, وهذا يستعملوا هاد الكريم هادي, سورتو يكون عندهم باغ اكزومبل دو كريم, وحده تكون في لاصال دو بان وحده حداك في لو لي ملي تبغي تنعسي. علاش؟ لان في لاصال دو بان اي مره ملي كنغسل يدي وهذا ضروري تكون الكريم حدايا باش ما ننساش, باش ما ننساش اون فوا نغسل يديا بالصابون ديالي وهذا ندير لا كريم ديال يديا, خصني دا طول طون طول طون طول طون الوقت كامل وانا كنضغط يديا. علاش؟ لحقاش اليدين بحالهم بحال الوجه, بحال الديكولتي, بحال الرجلين, خاصنا نحميوهم, خاصنا نادغاتيوهم باش يبقاو حتى هما دائما في حاله مزيانه, يعني ماشي نهتم بوجهي بزاف وننسى يديا. فوالا, ما تنساوش يديكم. فوالا, انكور ان اوتر برودوي لي هو بور لي بي, وباش تعرفوا بان هذا البرودوي هذا جربته وجربته وما يمكنليش نستغنى عليه, وانا كيعجبني صراحه نضغطي بزاف رجليا. خديت الفورمه الاولى وعاتاني خديت الفورمه الثانيه, خديت 75 مليلتر وهو مازال فيه شي شويش صراحه, مازال ما ساليتوش, عاوتاني خديت الفورمه ديال 150 مليلتر. برودوي اللي صراحه واو, يمكن لي نقول عليه هكا بعد الفورمه هذا. علاش؟ ملي كديريه وكتنعسي وكتفيقي الصباح كتحسي برجليك يعني في واحد الحاله امبيكابل, ماشي برودوي اللي كديريه وان فوا كينشف صافي رجليك تيرجعوا للحاله ديالهم. نو, حاجه واحده, السيدات والناس اللي عندهم تشققات في الرجلين مع المده كيختفيو دوك التشققات, خاصك جوست انك مره ديري ان غوماج لرجليك, ماشي انني غير نغسل يدي رجليا ونحكهم. كاينين دي برودوي باش ندير غوماج
وكاين دي ميثود باش ندير كوماج، وانا غادي ندير لكم سي سور فيديو على بيديكور و لي سوان دو بي، نوريكم لا فاصون باش تيدغاتي رجليك، باش دابور باش ديري لي سوان باش تقومي رجليك، وعاد من بعد تيدغاتي. ابار سا يعني في الايام العاديه ولا روتين اللي كنديرو هو اننا في الليل ملي كناخدو لا دوش ديالنا كنغسلو رجلينا كنديرو هاد الكريم بور لي بي، والصراحه هي امبيكابل، و كلشي كيعرف الالوفيرا اباز دو الوفيرا. فوالا كاينه لا فورم ديال 75 مليليتر وكاينه لا فورم ديال 150 مليليتر. انكور ان برودوي اخر اللي هو ماسكارا. ماسكارا الميزه ديال هاد الماسكارا هادي هو ان الناس اللي ما كيبغوش صراحه فوالا ما كيبغوش الفوليوم بزاف لي سيل ديالهم ويبانو يعني يبانو ترو شارجي في النهار، وهذا هاد الماسكارا هادي كتعطيك طول لي سيل ديالك. فوالا هاد الميزه هادي انا عجبتني فيها بزاف، سورتو بوغ الي ترافايي هكا باش ماكياج النهار اللي تيكون شويه يعني خفيف طبيعه الحال كيمكننا نستعملو هاد الماسكارا هادي ايبر ستريتش، و هي عندها ريبوتاسيون في السيت ديالهم اوريفلام، وبزاف الناس كيكومونديوها، وانا كومونديتها وعجبتني بزاف صراحه في اللوك ديال الماكياج ديالي، هو انه لي سيل كي يعني كيبان بان كي دايره ماسكارا او ميم طون ناتوريل، يعني شي حاجه اللي ماشي ترو فلاشي ما كتعمرناش الشفر ديالنا. فوالا باغ كونطخ كطول كتحسي بان الشفر ديالك تيطوالو هكا تيبان، يعني تيعطيوك لوك زوين. فوالا نوتخ برودوي واللي هو غلوس. غلوس فوالا غلوس بوغ لي ليفغ اللي هو انا عندي لايت بيش، كاين دارك بيش وكاين لايت بيش. بالناس اللي بغيو يبان شويه في لي ليفغ ديالهم ياخذوا دارك بيش، انا خديت لايت فوالا باردون لايت بيش. علاش؟ لحقاش بعض المرات كتحسي بانك ما بغيتي ديري حتى شي حاجه، ما بغاش ديري مكياج، ما بغاش ديري ان روج ليفغ ثقيل، باغا ديري شي حاجه اللي لايت وخفيفه. فوالا بيش لايت ولايت بيش. فوالا حاجه واحده انني كيمكن لي نستعملو حتى غلاس غلوس غلوس اللي يمكن لي نديرو فوق روج ليفغ. علاش؟ لحقاش تالمون هو نيود باش يعني ما تيبانش مزيان، كيمكن لي نديرو فوق روج ليفغ تيعطي داك لسبي باغيون هكا. وحاجه واحده كيضغطي بيان لي ليفغ ديالك سي سور. هاد المساله هادي خصكم دائما تبازيو عليها في لي برودوي اللي كتاخدو. فوالا بما انني هضرت على ايدغاتيو لي ليفغ ديالنا، فوالا كنايدغاتيو لو فيزاج ديالنا، كنايدغاتيو ديكولتي ديالنا، كنايدغاتيو لي ما ديالنا، كنايدغاتيو لي بي ديالنا. مي عندنا حتى حاجه واحد الحاجه مثلا يعني ممكن نساوها، الكريم اللي كنايدغاتيو به لو فيزاج راه با فورسيمون انه كيصلح لنا لي ليفغ، ولهذا كاينه كريم بهذا البو هذا غوز، وصراحه هو شوفه فيه كتشهي هكا في الغوز هذا زوين. فوالا اما ننساوش اننا في الليل حيت نديرو نحيدو الماكياج بلي كوتون ديسك و لوسيون ولا ان ديماكيون، ونيدغاتيو لو فيزاج ديالنا ندوزو لهاد لو بيتي بو هذا غوز، ونيدغاتيو لي ليفغ ديالنا سي تري امبورطون. حتى ان ماكياج بيان ريوسي ما كيكونش على لي ليفغ اللي ما تيكونوش بيان ايدغاتي اللي تيكون فيهم تشققات، يعني نحاولو دائما نعتنيو بلي ليفغ ديالنا وسورتو نديروه بالليل. وشي حاجه اللي صراحه ما كتلصقش ساكول با، كتحسي بانه خفيف على لي ليفغ ديالك، و او ميم طون في الصباح كتحسي بان لي ليفغ ديالك كي سون بيان ايدغاتي. ممكن نديرو غلوس من بعد، ممكن نديرو ان روج ليفغ اللي ما غاديش يبقاو باينين لنا شقايق في لي ليفغ ديالنا. فوالا ان بيتي بو هكا بور لي ليفغ، جوست بور لي ليفغ. فوالا هادو هما لي برودوي ديالي، نتمنى انني نكتشف دوطخو برودوي، و الا كانوا البنات هكا اللي عندهم اراء اخرى على دي برودوي ديال اوريفلام ممكن نتواصلوا بيناتنا، وممكن كل وحده تقول لي برودوي اللي عجبوها في هاد لا مارك هادي اوريفلام. نتمنى ان هاد لا ريفيو ديالي على لي برودوي ديال اوريفلام يكون عجبكم، يكون فادكم الا بغيتوا تاخذوا دي برودوي. بغيت نقول جوست ميرسي ليلى. ليلى هي صراحه البنت اللي كدير لي لا كوموند ديال لي برودوي. كلشي كيعرف السياسه ديال هذا السيت، هذا هو انك كتشوفي كونسلتانت هي اللي كتجيب لك لي برودوي ديالك حتى لعندك. و
où les produits sont pas chers, c'est sûr, à la portée de tout le monde. Merci Leïla encore une fois. Les bnat li f meknas, on sait jamais ibghiou anna ibghiou li jiblhom les produits حتى عندهم وهذا. فوالا غادي ندير نيميرو التليفون ديال ليلى في لا بار دانفو لتحت و فوالا سي تو. نتمنى انني نكون فدتكم بهاد لا روفي على لي برودوي ديالي, وغادي يكونوا دوطخ روفي ان شاء الله على دوطخ مارك. فوالا بيزو لوفي, و لو بروشان فيديو ان شاء الله. باي باي.